السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي هي تقليديه دائما حاضره في الاعياد. كنتمنى انها تنال اعجابكم وما خصناش نستغناو عليها كذلك في هذا العيد هذا اللي غادي تكون هي حلوه كاوكاو مفنده في سكر غلاسي. كنتمنى انها تنال اعجابكم وهذا هو الشكل ديالها. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا معي المكونات مع طريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات ديال هذه الحلوه. هذه اللي غادي نحتاج فيها، غادي نعبروا دائما بكاس الانبا، غادي نحتاج جوج كيسان ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني محمر ومطحون، يا اما بالقشره ديالو اولا بلا قشره اللي متوفره عندكم. عندي كذلك هنا كاس ديال الزيت، الزيت العادي. عندي كذلك كاس ديال السكر سنيده او السكر الخشن، 250 غرام ديال الزبده، بيضه، غادي نحتاج فاني فاني فيها 7 غرام ونص، وكذلك خماره فيها 8 غرام، حبيسه ديال الملحه، رشه ديال القرفه كتبقى اختياريه، ممكن تخليوها اولا تنقصوها. وغادي نحتاجو كذلك الدقيق على حسب الخليط. وبالنسبه للتزيين النهائي غادي نحتاج فقط السكر كلاسي اولا السكر الصحيل. دابا غادي نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. دابا خديت قصريه فاش غادي نخدم العجينه ديالي، غادي ندير فيها الزبده تكون بحراره المطبخ، كيف كتشوفوا انا راه خرجتها في الصباح باش يلاه تذوب. غادي نضيف ليها حبيسه ديال الملحه، غادي نضيف السكر سنيده، فاني، وغادي نخلط كل شيء مزيان. صافي الزبده ديالنا هي خلطتها مزيان مع السكر والفاني. غادي نضيف واحد البيضه، وغادي نضيف الزيت حتى نحرك شويه البيض. غادي نضيف واحد الرشه ديال تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، كتبقى على حسب الضوء. غادي نضيف الكاوكاو اولا الفول السوداني، تبقات لي الخميرة والدقيق. صافي
دابا غادي ندوز نضيف خمارة فيها 8 غرام وغادي نبدا نضيف الدقيق. بسم الله غادي نستمر بنفس العمليه حتى كنجمع العجينه ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي ديال العجين. صافي ها هي العجينه ديالنا بعد ما تعجنات مزيان كيف كتشوفوا. كنديروهاش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه بزاف. بالنسبه للدقائق تقريبا هزات ليا واحد 900 غرام يعني اقل من كيلو شويه. بما ان العجينه ديال الكاوكاو تتنشف دغيا غادي نغطى بلاستيك الغذائي ونبدا نخدم بها. دابا خديت ثلاثه يا اما كديروا فيها ورق الزبده اولا كدهنوها. غادي ناخذ كميه من العجين كنحربلوها بهذا الشكل. كيف كتشوفوا وكنضغط هنا الوسط. كنديرها على شكل هلال. بحال هكا وكنديرها في اللاطه. كنباعد بينها وبين وحده اخرى. صافي من بعد ما طابت الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هنا راه مازال سخونه. هنا سكر كلاصي من النوعيه الجيده اللي غربلتها. كناخذوا الحلوه وهي مازال سخونه كنديروها في السكر كلاصي باش يلصق فيها السكر كلاصي. الا خليتوها حتى بردات راه ما كيشدش فيها السكر كلاصي مزيان. من الاحسن ديروها وهي مازال سخونه.
صافي غادي نستمر بنفس العمليه حتى كنكمل حلوه كامله اللي عندي. راه كتخرج كميه كثيره هاد الكميه هاد المكونات اللي عطيتكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل وكتجي بنينه بزاف وهشيشه. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.